السيد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي قام بخطوات تفقدية للقطاعات وبدأ من بغداد. اليوم راح ننفرد باستوديو 12 عبر قناة الفلوجة ببث التسجيل الكامل لزيارة التفقدية البارحة ويا الفطور. قبل الفطور بساعة بدأ زيارته، طبعا راح وصعد سيارة أجرة تاكسي صفرة ولابس عادي وكاسكيت على راسه وقمصلة لون الخاكي وراح يتفقد القطعات. قبل ما أعرض لكم التسجيل، حتى التسجيل راح أحكي وأنتم بعدين قيموا كلامي في ضوء التسجيل اللي راح تشوفوه اللي ننفرد عبر استوديو 12 وقناة الفلوجة، نؤكد ننفرد ببث هذا التسجيل كاملة. عندنا عدة تصويبات. التصويب الأول، يعني الأخ معالي وزير الدفاع بارك الله بك على هذه الخطوة، لكن أنا شخصية كنت أتمنى يا أخي أخذ رتل التاكسيات، ليش تاكسي واحدة؟ أخذ 12 تاكسي 24 تاكسي، روح كلكم يعني ليش أنت سيارة تاكسي والرتل وراك رتل عسكري كامل؟ ما أنت جاي تسويها مفاجئة، ولا شنو فائدة أنا أصعد تاكسي والرتل مبين وراي؟ لا، أنت روحوا تاكسيات. أجر أقول يا أبا يا وزير النقل أريد 24 تاكسي وياي، طلع لك 24 تاكسي روح. إذا ما الحكومة عندها تاكسيات، يفترض الحكومة كل شيء عندها حتى يفترض عندها تاكسيات خاصة بها وتروح. اثنين، افترع القطاعات وين؟ بغداد، يعني لا بالشمال لا بالجنوب لا بالوسط لا بالغربية لا بالشرجية، لقى الوضع مزري بحيث اكو خيمة واحد السرايا خيمة ومسؤول عليها مقدمة وما اعرف من، وسأل عنا هذا وين وشلون، وشاف المطبخ لقى المطبخ حالته مزرية تعبانة. هذه الخطوة بتصويب آخر أرد أسأل معالي الأخ وزير الدفاع الأستاذ ثابت العباسي، أخي الوزير عليك أن تسأل مو بس عن هذه النقطة، عن كل الوضع المتعلق بالجنود والمراتب والضباط حتى القيادات. المعروف أن عرفه يعني كل تعدنا من أهلنا ومن قرايبنا ومن أعمامنا ومن خوالنا جنود ومراتب وضباط وقادة، أنه الجندي أنتوا يفترض قبل كانت ينطوا أرزاق، هسه ما صارت أرزاق، هسه صارت يقطعون مرات ب 130 ألف دينار على ما أعتقد. ال 130 ألف دينار يفترض يقدموا له يومين بالأسبوع لحم ويومين سمك ويومين دجاج، وبيوم النزول هذا ما أعرف هسه يعني شلون صار النزول عندكم، يقدموا له تمن ومرق فاصولية أو شيء يعني. لكن أنت رحت شفته وقعدت ويا الجنود ويا الضباط فطرت، لازم تسأل هاي 130 شلون جاي ناخذها من الجندي؟ ايش جاي ننطي مقابل؟ هل هذا ننطيه صحيح بهذه القيمة لو لا؟ وين جاي تروح الفلوس؟ الفلوس إذا تجمعها على كل الجنود صير بالمليارات مو بالملايين فقط، والجندي مضطر يسكت، الجندي ما يقدر يحكي. أنت شفت واحد من الجنود قلت ها شوف فوقها يدافع له، مو يدافع له أخي الوزير المحترم، أنت لازم تسأل، أنت جاي تحكي عن جيش، اسأل هذا المسؤول عن هذا الجندي، انت لا تحاسب الجندي، الجندي مغلوب على أمره، الجندي من جاي يشوف أنه هو كل ايش قد راتبه ترى 700 ألف، وبالمناطق الخطرة يعني الكلمة الحق تنقال، لو ما المالك يضيف له وبكتها بالمناطق الخطرة 500 ألف فوق راتبهم، لهذا ينتخبون الجنود والضباط المالك لأنه المالك الرجل غايب وملائكته حاضرة، سوى هاي الخطوة صحيح، خلى خطورة في المناطق الخطرة للجندي أو للشرطي، ولهذا ذاك اليوم احتفالية الشرطة برمضان بوجوده ومقره، لأن سوى خطوات مدروسة كرئيس وزراء، يقول لك هاي زين تعال أنت هاي الخطوة إذا تحكي أي وزير يقول لك باي سواها المالك، زين ما تبوبها قانونيا، سويها قانونيا، ليش تبقيها للمالكي؟ وبالمناطق المخاطرة الرجل هو 700 ألف، 700 ألف شو تسوي الواحد؟ أنت تريد هذا قاتل يدافع على العراق؟ ترى 700 ألف اللي يشوفه ويشوف ذولا على اليوتيوب وعلى التيك توك مش يسمونه، يشوفهم بالملايين شايلين وآخر سيارات وآخر هدايا، يقول لك هذا شاب وأنا شاب، وبعضهم يلبس الزي العسكري وواقف يم نصب الشهيد أو واقف يم نصب الشهيد، يقول لك أخويا ذولا مقاتلين وأنا مقاتل، أحكيك الصدق اللي ما يحكوك إياه يخافون يحكوا أنا أحكيك إياه. ونعم الضباط عليهم ما تسأل على الضابط الصغير، اسأل على الفوقة والفوقة والفوقة، راح تلقي هرم كامل من الابتزاز ومن الفساد
اللي أثر على منظومتنا العسكرية اللي هي ملكنا، الجيش ملكنا. فأنت يفترض تسوي خطوتين ورا اللي شفته. أروح أدق باب رئيس مجلس الوزراء بصفة القائد العام قوات مسلحة، أقول له تعال أخوي ساندني، أنا لقيت هيك شو أسوي؟ هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تسوي تقرير متكامل، ولا تكتفي فقط في بغداد. وبذاك الوقت إذا قدرت تصلح والله يا عمي أخذ لك تحية عسكرية من الآن، وادعو الله أنه يستر عليك، لأنه مو مهمة مو سهلة، لا عبالك مهمة مو سهلة، راح يعاندوك وراح يتصدوا لك، لكن أنت رجل وشجاع بنت اللعفر وابن العراق، راح تقدر تتصدى لهم، لا تخاف، توكل على الله وحط الله فوق راسك والشعب بظهرك والجيش بظهرك، وحقق هذا الشيء وانصف الجنود والضباط والمراتب. هذا شيء بسيط أقول لك إياه، وإذا حققت راح تلقي المصايب أكثر. وشوف لهم إياه هذا الانفراد صورة وصوت، وانت حكموا يا شعبنا العراقي. أمر فوق ليش راح بلد. ليش راح ليش مو من البداية ما سوى له أمر فوق يا عمي وان شو عايش فوج الرابع اسمح لك نعم فوجك نعم نعم سيدي أقول لك إحنا بالعراق الجيش العراقي سيدي ما أريد كيش بديتهم راح يعيش هالعيش هاي. ما أقبل ما أقبل. بنص بغداد قاعد الجنود بخيمة. نعم سيدي. ساعة يشيل الخيمة ويدبر لهم مكان. أمر جنابك سيدي. يا أخي أنا وزيرك قل لي عاوني لا تظل تبرر. قل لي عاوني عاونك. نعم سيدي. محتاجين. الملازم عوض رضا خلاص قاطع عام السرية الأولى الفوج الرابع لواء النشاط 24 الفرق الأساسي ثاني. معاليك كذا بس اسمح لي فوج الرابع اسمح لك نعم فوجك نعم نعم سيدي فوج الرابع اللي هو 24 دول سيدي هذول الفوج اساسا هو انفتاح هنا يعني امر فوجه وضباطه ومراتبه كلهم كلهم هنا سيدي واجباتهم حمايه ابراج الطاقه سيدي الكهربائي نعم سيدي هذه الشرطة تواضع عليها شكل ملازمة والبقاعدة نعم نعم أخرخنا من جوة أمر جنابك سيدي راح أبلغ أمر فوجة ليش راح ليش راح ليش مو من البداية ما سوى له أمر فوجة سيدي وين أمر فوجة سيدي بمقر الفوج سيدي أخي ومو يمك أسا أمر جنابك سيدي سيدي عمليات عريبة نسا سيدي فوج الفوج الرابع لواء 24 على مقر اللواء سيدي مقر لواء تاتا مو سريتك مو سريتك لا لا سيدي لا مو سريتك سيدي بلغ عامل فوجك يجيني لحد الصبح عامل جنابك سيدي تمام سيدي